هم أيها الإخوان، مرة أخرى في قناة كويرية في الذاكرة. غبنا عليكم شي شوية وحنا نعود، ولكن غادي نعود بواحد الشريط اللي هو مؤسف مرة أخرى، ومازال غادي نبقاو نتكلم على الإجحاف والتهميش لقتال المشاهير المغاربة وما قدموه لكرة القدم الوطنية المغربية. الموضوع ديال اليوم هو أن اللاعب سحيتا عبد المجيد ما لقاش بلاصتو خلال لقاء مقابلة الوداد وبيترو. صحيت عبد المجيد، يعني المتتبعين تناولوا واحد الشريط مؤسف. عبد المجيد صحيت ما لقاش بلاصتو وبرك فوق الدص. هذه وصمة عار على فريق الوداد البيضاوي ورئيس الوداد البيضاوي اللي يهمش الأبطال، كيهمش النجوم ديال الوداد البيضاوي اللي سبق وأخلصوا لهذا الفريق وأعطوا ما في جعبتهم، ولكن كل شيء تناساهم. وانتم غادي تشوفوا الشريط اللي غادي تشوفوا بعينكم كيفاش صحيتها جلس في الدروج في الدص في الدروج اللي كيطلعوا معاه المتفرجين باش يبحثوا على الأمكنة ديالهم. هذا الملعب هذا اللي ما لقاش فيه مركب محمد الخامس، اللي ما لقاش فيه عبد المجيد صحيتا، لو مركب محمد الخامس تكلم غادي يتكلم على الغزوات وغادي يتكلم على الجهة اليسرى اللي سبق وأبدع فيها عبد المجيد صحيتا في هذاك في مركب محمد الخامس، وكان مسجل من إصابات رائعة، وكان يسجل لعب ثلاثة بالإصابتين وبالضربات الخطأ والغزوات ديالو في مربع 18 متر. الحقيقة ما مؤسف مؤسف، والله مؤسف. عبد المجيد صحيتا كيدخل المركب اللي كان كيبدع فيه وقدم فيه لوحات رائعة أيام كان اللاعب مع وداد البيضاوي، وما لقاش بلاصتو وباغي يجلس فوق الدص، فهو أمر ينده الجبين. صحيتا عبد المجيد ومن لا يعرفه، صحيتا عبد المجيد اليسرى الساحرة في فريق الوداد البيضاوي والمنتخب الوطني المغربي في السبعينات. صحيح اللي كيشهد ليه الجميع ذلك اللقاء الكبير اللي بالرغم من أن المغرب انهزم أمام الجزائر ب5-1 سنة 1900 في دوجنبير 1979، ولكن صحيح كان هو النجم. صحيح كان تحمل الدفاع الجزائري بكامله، وكان هو النجم المضيء في تلك المقابلة من بين أعضاء المنتخب الوطني المغربي. صحيت عبد المجيد اللي كما تشوفوا في الشريط كيحكي كيقول لك بانه كانوا كيدقوا لي البراوات في رجليه ماشي يلعب مع الوداد، ودابا راه كيعاني من اعوجاج الرجل ديالو بسبب تلك الابار اللي كانوا كيدقوا لي في رجليه باش يلعب وباش يعطي ذاك العطاء اللي كان كيمتع الجماهير المغربيه والوداديه والبيضاويه عامه. وحنا غادي نشوفوا في الشريط كيفاش صحيتها طالع في التريبين، وحتى هاد الجماهير ما عرفش انا الجماهير واش ما كيعرفوش صحيت عبد المجيد. واش انا لو كنت مكان من شي فرد من داك الجمهور انا نوض انا نجلس في الدص ونعيط لصحيتها نقول لها جي خد بلاصتي. جماهير يعني التريبين ممتلئ، صحيتها كيقلب على بلاصه الجماهير ما عرفتش انا كيفاش هاد الجماهير ما واش ما كتعقلش على النجوم ديالها ولا. وصحيت عبد المجيد غني على التعريف لاعب دولي، صحيت عبد المجيد اللي كان ممكن باش يحترف أرقى الفرق الأوروبية في عهده في السبعينات، ولكن هذا الإخلاص اللي خلصوا هاد المشاهير الفرق ديالهم ما عطاهم والو، عطاهم غير التهميش. عبد المجيد صحيت كيمشي يخوض ورقة باش يدخل يتفرج في لقاء دولي ديال الوداد البيضاوي واللي فيه مهناه، يعني هو كيحب فريق الوداد البيضاوي لان الفريق ديالو. وانتم غادي تشوفوا في الشريط ها الصلايه ديالو باش يفرش على داك الدص اللي غادي يجلس فوقو وباش يصلي الاوقات ديالو اللي غادي تلقاها اوقات الصلوات في الملعب. وكيفاش من كي ما 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 لقاش الكلمات باش نعالج هذا المشكل هذا، ما عرفتش والله ما عرفت واش هاد النكران وهاد التهميش، النكران لجميل ما قدمه هؤلاء الأبطال. سعيد عبد المجيد دخل
نقطع الورقة ديالو. واش هاد اللاعبين هادو اللي كانوا سبقوا كانوا كينتميو فريق الوداد البيضاوي حتى هما كيخلصوا يأديو على راه غريبة هاد القضية هادي، والله إلا غريبة هادي. لاعب دولي 90 دقيقة في ملعب وما كيلقاش فيها الخير وما كيلقاش فيها اللي يرحب به وما كاينش اللي صحيح خصو افضل احسن مكان في مركب محمد الخامس خصو يجلس فيه. وانتم غادي تشوفوا الشريط لان الشريط مؤسف، هادشي راه يندله الجبين. احنا ذاكور احنا غاديين في البطولة الوطنية وغاديين في الاقصائيات مع غاديين في النهاية ديال كأس افريقيا، ومن بعد اشنو كاين؟ نهمقوا نهمشوا احنا في هاد النجوم هادو، زعما ما كاينش شي حل. بطبيعة الحال انا ما لقيتش الكلمات باش نجاوب على هذا التساؤل هذا، لان غريب هذا الامر هذا غريب. تشوفوا شي فرق اجنبية وتحكي لي هذا الامر هذا بان لاعب دولي سبق بانه كان كينتمي لفريق الوداد البيضاوي وكان كيتقول لي البراوات في رجليه باش يدخل، وما كانت لا فلوس ما كانش امتيازات بحال اليوم، وعطاو للفريق وضحاو مع الفريق وفي الاخر ما كيلقاوش الجميل. يعني انا ما عندي ما نقول، انا غادي نخلي لكم الاخوان الشاري وانتم تشوفوه وانتم تحكموا. لاعب دولي بقيمه لاعب عبد المجيد صحيح كيدخل وما كيلقاش البلاصه، مضحك ومريح فوق الدص، مريح فوق الدروج اللي كيطلعوا منهم الجمهور. غريب هذا الامر. يلا دخل شي واحد في الاخر عاد عطاه واحد البلاصه. بحقيقه هاد النكران وهاد التهميش ديال النجوم ما عرفتش امتى غادي نبقاو نتكلموا عليه، امتى واش كاين شي بارقة امل غادا تبان غادي يرجعوا لهاد الناس الكرامة ديالهم ولا لا. وكما قلت هو شريط الدولو المتتبعين تابعوه الملايين على هاد صحيتك يقلب على بلاصه ما لقاهاش. ما نطولش عليكم، نخليكم مع هذا المشهد المؤسف، والى اللقاء. انا ما لقيتش بلاصه ديال كان الحاج، علاش نوض شي مسرح ساهل؟ ريحنا ريحنا واه ديال مياه واه ريح او كانت احسن من او ريح ريح تمك. اش وقع سامجي؟ واحد جا تما قال لك نور هادي بلاصه هذا نور مع الاسف شحال مع الوداد تيدكو ليا البراوات في رجلي باش نلعب. غريب حدا نبقاو نقلبو في الانترنت باش نتلقاو ورقه باش ندخلو نتفرجو في الوداد، وملي نقطعو الورقة وندخلو ينوضونا من البلاصة. ولكن راه نورمالمون ما خصكش تقطع، راه خصهم يعطيوك. ايوا مع الأسف شكون غيعطيك؟ ما كاينش اعتراف في هاد البلاد، ما كاينش اعتراف. اللاعبين القدامى راه خصهم، ما عندنا حق حتى حاجة. حنا هنا لعبنا فابور وما عندناش حق حتى ندخلو التيران نتفرجو فرقتنا، فرقتنا اللي كنحبو ما نتفرجوش فيها، ما يمكنش تتفرج فيها. سي دوماج زعما فريمون دوماج. Il a vraiment dommage. C'est une recoupe de comme ça, tu معلوم انا كانوا كيدبوا لي البراوات لا الوداد ولا المنتخب، كنت كنبني رجلي باش نلعب، هيا رجلي بقات عوجه ولعبنا فابور. لعبت 13 عام في الوداد ما عمرني درهم خديته في الامشيناتو، لعبنا فابور حياتي وكنلعبوا بقلبنا لان كنبغيو الوداد وما تخش والمقابله ديال الوداد ما تفرش. شوفوا تجيو ينوض لكم من البلاصة. كاين انفيتاسيون ولا والو؟ ما كاين والو، ما كاينش الاعتراف، ما عمرهم صيفطوا لنا، ما عمرهم عطاونا شي انفيتاسيون والو، ما كاينش. في اوروبا اللاعبين الكبار عندهم مكانة خاصة، عندهم سياسة الاعتراف. مكانة خاصة صراحة، صراحة مكانة خاصة عندهم.
لاعبين القدامى دير لهم بلاصتهم بوحدهم. انا مشات ليا ركبتي اول مره نهار الجزائر خلوني في السير مليوح سير واحد يعني. خلوني في السير مليوح بحوايجي بالباريزه ديالي لان كنا في معسكر في اسبانيا وخلوني في الفيستير بالباليزه ديالي بالحقيبه وبالصاك هزني غير عبد الحردان هو اللي هزني الدالي. هادشي راه ما خصوش يكون نورمالمون هادشي راه ما خصوش ياك لاعب دولي وعطى الشيء الكثير من هاد وكنشكر الاخوان الصحفيين اللي داروا لي بلاصه في المغرب وانا ماشي صحفي انا لاعب ديال الوداد ديال المنتخب الصحفيين داروا لي بلاصه انت فوق راسنا لان فوق راسنا انت حنا راه تنعرفوا حنا تنعترفوا باللاعبين انا كنشكر الاخوان الصحفيين